مبادرة معا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي إحدى المبادرات التي أثبتت نجاحها منذ انطلاقها قبل عام، والتي تهدف لتأمين مصدر دخل لأصحاب الأفكار الإنتاجية البسيطة. ان احنا مرحله صار لازم الاعتماء والاكتفاء الذاتي صار ضروره من الضروريات. لازم ندعم فلاحنا لحتى يزرع هاي الزراعات. في كثير من الانواع النباتيه اللي ممكن تكون متاقلمه مع بيئتنا، يلجا لها الفلاح بتقنيات بسيطه وبمتابعه بسيطه، نحصل على انتاج جيد يعني يكفي ذاتيا، وممكن حتى ينتقل لمراحل انه يعني يصير يبيع فيها ويحصل على انتاج ومردوديه منها. تعتمد المبادره على توقيع عقد شراكه بين ممول وصاحب مشروع، ويتم استرداد المبلغ على شكل أقساط شهرية مريحة، وإعادة تدوير المبالغ لدعم أسر جديدة ودعمها بمشاريع متنوعة تحقق مردودا جيدا. هاي المبادرات ضرورية خاصة بظل هاي الظروف المعيشية، طبعا اكتفاء المنزل من كل جوانبه، وبالأهم ضمن المناخ الريفي الموجود عندنا هون، فهيك فعاليات جدا مهمة طبعا تكون رديفة لأمور أساسية التوعية الزراعية. طبعا هاي النبتة صح زراعتها في هذا المكان، الدورات الإرشادية طبعا ضرورية بهذا الموضوع. الآخر هي تسويق هذا المنتج فيما بعد، طبعا بعد ما يتم هذا المشروع بصير مشروع إنتاجي تكون مأمن له أبواب التسويق. توسيع المنتج في المحافظة والاكتفاء الذاتي للأسرة بالبيت بالدرجة الأولى، هي كونه بوضع نحن صعب حاليا بالوقت الحاضر، هي بتوفر على البيت على الأقل مادي معين يعني يستفيد منها البيت بدون أي تكاليف. تفضل انه كل واحد، احنا اولاد بيئه وحده، اولاد قرى، اولاد انه هاي الشغلات تنزرع بالبيت، يعني الزعتر، البقدونس، البندوره، منتج البيت اكتفاء ذاتي، على الاقل اكتفاء ذاتي، بعدين نصير نفكر بالانتاج لقدام يعني. مبادرات خلاقه من شانها النهوض بالواقع وتحقيق مبدا الشراكه والتعاون وايجاد فرص عمل لتجاوز الظروف الاقتصاديه الصعبه. من السويداء للاخباريه السوريه شام حمدان.